السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثامن. رح نشرح درس اليوم اللي هو سجل النسب الوراثي لمادة العلوم العامة. حكينا سابقا عن الوراثة اللي هي توريث وانتقال الصفات الوراثية من الآباء للأبناء. حكينا أيضا عن الطراز الشكلي والطراز الجيني، وحكينا عن الصفات المتنحية والصفات السائدة وكيف بنرمزلها وكيف بنحلها على مربع بنت. أما اليوم رح نحكي عن سجل النسب الوراثي وهو جزء مهم من دراسة الوراثة. أول إشي، شو يعني سجل نسب وراثي؟ من كلمة سجل يعني مخطط أو بعض المعلومات التي يتم أرشفتها وحفظها عن الصفات الوراثية التي توجد في الكائن الحي. وتعريف السجل نسب الوراثي هو مخطط يوضح تاريخ صفة معينة في عائلة ما، مثل دراسة صفة الرموش الطويلة أو وجود الغمازات أو طبيعة الشعر في عائلة ما. يعني إحنا ندرس صفة معينة أو مجموعة من الصفات، لكن الأفضل إنه ندرس تاريخ صفة معينة عند الإنسان أو الكائن الحي اللي إحنا بدنا ندرسه. طيب عرفنا شو يعني سجل نسب وراثي، هلا بدنا نعرف كيف بدنا نعمل سجل نسب وراثي. أول إشي عندنا يتمثل الذكور، يتم تمثيل الذكور بمربعات والإناث بدوائر. يعني بدي أحط أول معلومة، إذا بدي أحكي عن ذكر بدي أحط شكل مربع، تلقائيا رح أفهم إنه المربع ذكر والدائرة أنثى. هاي أول خطوة. الخطوة الثانية، يتم تظليل المربعات والدوائر الخاصة بالأفراد التي تظهر عليهم الصفة السائدة. يعني إذا أنا عندي صفة سائدة، المربع بكون أو الدائرة مظللة. شو يعني مظللة؟ يعني عليها ظل خفيف، مش صافي، مش باللون الأبيض أو لون الورق. تمام؟ هيك بنكون احنا عرفنا كيف نستخدم ونعمل سجل النسب الوراثي. طيب عندنا كمان شغله بدنا نعرفها، هكذا يكون الذكر الذي يحمل الصفه السائده مربع مظلل، اما اذا كان بيحمل صفه متنحيه مربع غير مظلل في حال كان ذكر. اما اذا كانت انثى تحمل صفه سائده رح يكون عندي دائره، اما اذا كانت تحمل الانثى صفه متنحيه رح يكون عندي دائره غير مظلله. الجزء الثالث، يوضع مفتاح لتوضيح أشكال الصفة التي يحملها السجل. يعني أني أنا بدي أعرف شو هي الصفة اللي بدي أدرسها، لون العيون، طبيعة الشعر، وجود غمازات إلى آخره. طيب عندنا مثال، تأمل الشكل التالي اللي هو عبارة عن سجل نسب وراثي، ثم أجمع الأسئلة التي تليها. طيب عندنا صفة الشعر المجعد والشعر الأملس. الشعر المجعد هي الصفة السائدة، وحكينا الصفة السائدة بنظلل المربع أو الدائرة، وصفة الشعر الأملس هي الصفة المتنحية وبنخليه فاضي مش مظلل. نشوف الأم والأب. الأم والأب، مع إنه الأم حكينا الأنثى دائرة والذكر مربع، الأم والأب عبارة عن أشكال مظللة، يعني الصفة السائدة. الصفة السائدة في هذه العائلة الشعر المجعد، يعني الأم شعرها مجعد والأب شعره مجعد. صار عندهم تزاوج، شو نتج من السجل النسب الوراثي؟ الابنة الأولى، طب ممكن أنا ما أحط ابنة أو ابن، رح أعرف تلقائياً من الشكل إنه الدائرة فتاة والمربع ذكر. طيب عندي الأولى دائرة مظللة، يعني الصفة السائدة اللي ظهرت عندي صفة الشعر المجعد، يعني الابنة الأولى شعرها مجعد. الابنة الثانية دائرة غير مظللة، يعني شعرها أملس. إذا الصفة السائدة عند الابنة الثانية اللي هي الشعر الأملس، اللي هي أصلا عبارة عن صفة متنحية لدى العائلة. تمام؟ هلأ الأبناء الاثنين أجوا أيضا عبارة عن صفة سائدة اللي هي الشعر المجعد. يعني الاب عندنا ثلاث أبناء شعرهم مجعد وابنة واحدة شعرها أملس. طيب بالأسئلة، ما طبيعة شعر الأم والأب في هذه العائلة وما صفة الشعر التي غلبت على ابنائهما؟ إذن الإجابة، الأم والأب صفة الشعر المجعد هي السائدة، وعند الأبناء أيضا هي الصفة السائدة ما عدا ابنة واحدة ظهر شعرها بالشكل الأملس اللي هي ظهور صفة متنحية. اثنين، إذا تزوجت الابنة الثانية من رجل شعره أملس،
ما طبيعة شعر أبنائهما المتوقعة؟ هسا البنت أصلاً شعرها أملس وزوجها شعره أملس، فرح تكون الصفة الأكثر ظهوراً اللي هي وجود الشعر الأملس. طيب، ملاحظة: ظهور الصفة المتناحية على أحد الأبناء دليل على أنها صفة موجودة، وهذا اللي بدنا نوصل له. يعني تشوف أنه الأم والأب شعرهم أصلاً مجعد، والأبناء كلهم شعرهم مجعد إلا ابنة واحدة. هاي الصفة أصلاً متناحية، لما التقت على جين الأب وجين الأم بشكل متقابل الصفة المتناحية هون ظهرت عند الابنة الثانية، فظهرت صفة الشعر الأملس كصفة متنحية لديها. على الرغم على أنها لم تظهر عليهما، بل نقول أنهما حاملان للصفة المتنحية، يعني هم الصفة موجودة في سجلهم، موجودة ممكن أن يورثوها لأبنائهم اللي رح يجوا في الأجيال الجديدة، لكن هي ما ظهرت على الأبناء في الجيل الموجود حالياً. هل أسئلة الدرس؟ أولاً، من حل تطوير المعرفة، صفحة 34. تعد دراسة الوراثة على الإنسان عملية شاقة مقارنة بالكائنات الحية الأخرى لوجود عوامل تعيق هذه الدراسة. ناقش ذلك. ليش الوراثة عند الإنسان صعبة؟ يعني من دل لما بلش يدرس الوراثة درسها على نبات البازلاء، وكانت في أسباب كتير لأنه يدرسها على نبات البازلاء، لكن الإنسان تعتبر إشي صعب. أول إشي كثرة عدد الكروموسومات والجينات عند الإنسان. 2، لا يمكن التحكم بتزاوج الإنسان حسب رغبة الباحث. يعني أنا مش، يعني إحنا عنا الدين كمان بحكم التزاوج، تمام، مش بس الدين الإسلامي والأديان الأخرى. عمر الجيل طويل، زي ما إحنا بنشوف عمر جيل الإنسان يعني ممكن من 60 إلى 100 إلى 90 سنة. قدسية وكرامة الإنسان وصعوبة التفريط فيه، يعني مثلا نبات البازلاء كان يزاوجهم مع بعض، ممكن أنه يستخدم بعض الأزهار في تلقيح أزهار أخرى، لكن الإنسان عنده كرامة قدسية مختلفة عن الكائنات الحية الأخرى. وجود الطفرات، يعني ممكن أنها تسبب أيضا طفرات عند الإنسان تسبب له تشوهات وأمراض. ثانيا، التقويم والتأمل، صفحة 34. السؤال الأول: ما أهمية سجل النسب الوراثي؟ أول إشي توقع الصفات التي يمكن أن تظهر في الأجيال الجديدة. 2، توقع ظهور الطفرات. 3، دراسة انتقال الصفات بشكل عام. وهيك بنكون يا تامن خلصنا درس سجل النسب الوراثي. يعطيكم ألف عافية وبالتوفيق للجميع.